حياكم الله يا اهلا وسهلا يا مرحبا. بصراحه انا مستغرب من بعض التصرفات اللي قاعد تبدر في السوشيال ميديا من بعض المشاهير، يعني من بعض الصداقه الى عراك ما يستوي. كنتوا ربع، كنتوا اخوان، كان ما بينكم تعاون، كان ما بينكم احترام، واخرتها في السوشيال ميديا الى عراك. يا اخي نحترم بعض، نحترم يعني التعاون اللي صار ما بيننا والاحترام اللي صار ما بيننا، اثنينكم لكم فضل على بعض. هذه الرساله موجهه لاحمد البلوشي صاحب الكترونيات ابراج مسقط وحبيبنا واخونا وصديقنا محمد المخيني، لكم كل الاحترام والتقدير، لكن اللي قاعد يصير لا، هذا مش مستواكم. انتم تطلعون بهذه الطريقه وتضربون في بعض، انتم اكبر من هذا، اكبر من هذا الشيء. فلازم نحترم بعض، نقدر بعض، لان احنا تعاوننا سابقا. خلاص انا قدمت عرضي، ما رضيت بعرض الاخر، فخلاص في مشاهير غير، مشاهيري ياخذون اقل وتستفيد منهم. ما يحتاج كل هذا الكلام في السوشيال ميديا، انتوا اكبر من هذا. اي والله اكبر من هذا. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.